مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في لقائنا اليومي على شاشه النيل من القاهره ومجموعه من المتابعات الاخباريه بالاضافه الى موضوعين اساسيين. مساء الخير يا اشرف. مساء الخير يا امل، واهلا بكم مشاهدينا. بسرعه عندنا الليله حوارين. الحوار الاول بيتعلق بالزياره اللي هيقوم بها غدا الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكه العربيه السعوديه. هنتابع من خلاله الابعاد السياسيه والاستراتيجيه والاقتصاديه لتلك الزيارة. الصور اللي احنا شايفينها دي صور أرشيفية كانت لزيارة العاهل السعودي القصيرة اللي قضاها في مطار القاهرة، واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل الطائرة الملكية السعودية. معنا موضوع تاني هنناقش فيه آخر المستجدات على صعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ضوء المباحثات غير المباشرة المستمرة هنا في القاهرة بين الوفد الفلسطيني وإسرائيل لمحاولة وقف العدوان بالتزامن مع انتهاء الهدنة اللي كانت أعلنت ما بين الجانبين. نبدأ أول متابعتنا الإخبارية النهاردة، وهو خبر خاص باللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من الإعلاميين. وعنوان هذا اللقاء أن يجب أن يتسم الإعلام بالعقلانية والموضوعية ودقة المعلومات والاستماع أيضا إلى الآخر. خلال هذا اللقاء أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية ومحورية دور الإعلام في المرحلة الراهنة وضرورة تقديم المثل والنموذج الذي يمكن للمشاهد المصري الاقتداء به، ليس فقط في موضوعات الحوار التي يتم اختيارها، وإنما أيضا في أسلوب الحوار ذاته، والذي يتعين أن يتسم بالعقلانية والموضوعية ودقة مصادر المعلومات فضلا عن الاستماع إلى الآخر. احنا معانا الاستاذ جابر الارموطي الاعلامي. طبعا مساء الخير يا استاذ جابر. مساء الخير يا استاذ، زي حضرتك. اهلا بيك. طيب استاذ جابر وحضرتك طيب وبالف خير، انطباعات حضرتك ايه على الاجتماع الخاص النهارده بالاعلاميين اللي اجتمع بيهم الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ والله انا يعني عندي انطباعين. الانطباع الاول انه قبل بيقول يعني خلي بالكم من بعض، سواء اعلام خاص او اعلام دوله، ده مهم جدا، ولازم زي ما انتم كاتبين كده على الشاشه، يجب ان يتسم الاعلام بالعقلانيه والموضوعيه ودقه المعلومات والاستماع الى الاخر. فكره الاستماع للاخر دي مهمه يعني، ويشدد على المساله دي، بس وترك الكوره في ملعبنا، ملعب التلفزيون الرسمي وملعب القنوات الخاصه، انه لازم نشيل الحساسيه، لازم نشيل حتى بين القنوات الخاصه وبعضيها وبين الاعلام الدوله وبين الاعلام الخاص، لانه يعني احيانا كنت بكرر ده قبل كده كتير، بس يبدو ان هو يعني اخيرا في استجابه. لولا الاعلام او لولا تقدم الاعلام الخاص بالدوله مش هيبقى في اعلام مصر، والكلام ده مش عشان انه اعلام الدوله اهم او الاعلام الدوله افضل او الاعلام الدوله افيد، لكن لانه اعلام الدوله بيتحدث باسم الدوله في الاول والاخر. فبالتالي ما بتكون المصالح ربما تكون ضيقة، مش زي مصالح القنوات الخاصة، ربما تكون مصالح القنوات الخاصة ترتبط بمالكها. أما القنوات الخاصة بالتلفزيون المصري أو المسبير عموما فمرتبطة بالمالك، والمالك هو الشعب. فبالتالي المسألة دي مهمة جدا ولازم نركز عليها. أنا شخصيا مقتنع أنه طالما مفيش إعلام دولة قوي يبقى ما فيش اعلام مصري قوي. طيب هنا هو مشدد على ده. طيب يا استاذ جابر، لتحقيق هذه الاهداف او النصايح او التكليفات، لما نيجي عند موضوع دقه مصادر المعلومات، هل كان في مطالبات خاصه بقانون تداول المعلومات؟ لا، هو كان بيتكلم في العموم يعني، هو ما حددش اطر معين، حتى ما اتكلمش عن القانون الخاص بتنظيم الاعلام، ما اتكلمش عن الهيئه المستقله للاعلام، ما اتكلمش عن ده، وقال انا سايب لكم انتوا المساله دي، لان الوقت كان الحقيقه بيتسع لاكثر من قضيه، مش قضيه الاعلام بس يعني، هو اتكلم في كل القضايا تقريبا اللي المفروض الاعلام يتناولها، والحقيقه يعني اتكلم في ثلاث اربع قضايا. القضيه الاخيره بتاعت دار ايتام مكه المكرمه، يعني ما كنتش متوقع ان هو ممكن هذا الموضوع يشغله، لكن هو مشغول جدا بالمساله دي، وشايف ان الاعلام من وجهه نظر الرئيس طبعا شايف ان الاعلام ما غطاش المساله بالصوره اللي المفروض يغطي بيها بس هذه القضايا.
يعني هو مش مبتعد، لكن يتمنى ان تكون التغطيه افضل بكتير من او افضل من اللي تم. طيب شايف انه عندنا جمعيات كتير قوي خاصه بهذا الامر اللي هو موضوع الايتام، فاحنا عممنا لما انتقدنا فعممنا فاثرنا على الكويس. طيب في قضيه معينه استاذ جابر، يعني وانت يعني اعلامي، انا شخصيا معجب بيك وعملت قبل كده معاك مداخلات، انت شايف الاعلام الخاص تحديدا خلال الفتره اللي فاتت انت شايفه مونوتون ولا شايفه انه بيقدم الراي والراي الاخر زي ما الطلب النهارده ان يجب الاستماع الى الاخر؟ هو الاستماع الى الاخر يعني هو بيتكلم على فكره المعارضه ولا لا؟ احنا سألناه قال لا طبعا لازم يكون في معارضه ولازم يكون في عدم توافق ولازم يكون في عدم تجانس، بس في النهايه لازم في نقطه نوصل ليها. احنا فعلا محتاجين دلوقتي، يعني انا ما اجي اكلم حد النهارده على مشروع تطوير قناه السويس ما جيش النهارده اقلل من انا كاعلام، يعني كاعلام خاص او دوله، ما جيش النهارده اقلل من المشروع، ما جيش النهارده اقول لا ده المشروع ده ما يسويش حاجه، ما جيش النهارده مثلا بتكلم عن 25 يناير، في بعض الاصوات بتقول ان 25 يناير مش ثوره، واصوات اعلاميه وقنوات وبرامج ماشيه على سكه ان 25 يناير مش ثوره، فانت هنفضل بقى المسميات لا ثوره مش ثوره، لا قناه السويس كويسه مش كويسه، لا السيسي كويس مش كويس، هنفضل في المساله دي لحد وقت كبير، واحنا مش محتاجين ان احنا نخش في المحاضرات، احنا محتاجين نحدد اطر المستقبل ايه. انا وجهه نظري ليه ما نطلعش كلنا اعلام خاص واعلام زي الاجتماع النهارده، هو نفسه استغرب وانا شخصيا استغربت، هو احنا ليه ما بنقعدش مع بعض؟ احنا ما بنلتقيش مع بعضنا الا ياما في الافراح ياما في المياتم. عموما استاذ جابر، عموما استاذ جابر يعني انا لما سالتك السؤال للامانه والوقت الامانه ازف مننا وعايزينك بقى تبقى ضيف عزيز علينا هنا، انا كان قصدي في موضوع مثلا تحديدا غزه، اول ما بدات الضرب واول ما بدات مع اسرائيل لقينا يعني مونوتون ان في طرف غلطان وهو اللي بدا وهو كده، وبعدين رجعنا ثاني نتوازن، انت شايف الكلام ده معقول ولا لا؟ هو لا لا بالفعل انا متفق معاك تمام. دي من ضمن القضايا برضو اللي انا وانت وامل وغيرنا لو ركز قوي في الاعلام المصري هتلاقي ان احنا جزء منا خسر، يعني جزء من الاعلام خسر. لانه ما ينفعش ان انا اطلع الجزمه على القناه واقول او على البرنامج بتاعي واقول انا هضرب فصيل فلسطيني حتى لو فصيل ده مختلف معاه وهو وبنصفه بانه ارهابي ومش عارف ايه، وما عنديش اقول ان انا اضربه بالجزمه. معلش يا استاذ جابر، بنتعلم وبننضج وبنتمنى انك تكون ضيف عزيز علينا هنا، بس اذى في الوقت. الاستاذ جابر القرموطي الاعلامي شكرا جزيلا لك. نروح لمتابعة تانية. النهاردة محكمة جنايات القاهرة أجلت الجلسة، أولا كانت منعقدة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قررت تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي وستة من كبار مساعديه، تأجيل ده إلى جلسة الغد. قرار التأجيل جاء لبدء الاستماع إلى التعقيب الختامي للمتهمين عدلي فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام وحسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز مباحث أمن الدولة. استمعت المحكمة خلال الجلسة للجزء الأول من تعقيب حبيب العدلي بشخصه على الاتهامات المسندة إليه، ومبارك طبعا وحبيب العدلي والمساعدين الستة بيحاكموا بالتحريض، يعني في اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة لقتل المتظاهرين السلميين وقت ثورة 25 من يناير وكمان إشاعة الفوضى. خبر الآخر خاص، هو خبر قضائي أيضا ولكنه خاص بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بحل هذا الحزب. سبق أن أعلنتها الحكومة المصرية تنظيما إرهابيا اللي هو الجماعة اللي هو منتمي إليها نهاية العام الماضي، وذلك بحسب ما أفادت مصادر قضائية. المحكمة الإدارية العليا قبلت طلب لجنة شؤون الأحزاب بحل هذا الحزب، حزب الحرية والعدالة، على أن تؤول أموال الحزب إلى الدولة. للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع بينضم إلينا الدكتور صلاح
فوزي معنا على الهاتف، أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة. أهلا بك دكتور صلاح. واليوم قبل ذلك تم حل حزب الحزب الوطني في ظروف مختلفة تماما، اليوم يتم حل حزب الحرية والعدالة. من وجهة نظرك يعني لماذا تأخر هذا القرار؟ دكتور صلاح فوزي، فقدنا الاتصال بدكتور صلاح فوزي وحيكون معنا يمكن في جزء آخر من الحلقة. عموما خبر آخر، رئيس مجلس الوزراء يناقش موقف السلع الاستراتيجية في اجتماع مع وزير التموين ومسؤولي الوزارة. المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع مع الدكتور خالد حنفي وزير التموين ومسؤولي الوزارة لمناقشة موقف السلع الاستراتيجية وتطبيق منظومة الخبز الجديدة في المحافظات وتطوير المجمعات الاستهلاكية. رئيس الوزراء ركز خلال هذا الاجتماع على ضرب الفساد ومحاربته في مختلف القطاعات. من المعروف أيضا أن من الأماكن التي كان يوجد بها فساد يعني المنظومة التموينية عموما كانت مليئة بالفساد. عموما رجعنا للفونو الخاص بالدكتور صلاح فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة، انضم لينا تعليقا على حل حزب الحرية والعدالة. أهلا بك دكتور صلاح. هو مش تعليق على الحكم، يعني تعليقك على الإجراء، هل تأخر هذا الإجراء؟ هو تعليق على الحكم، يعني مش تعليق على الحكم، هذا الأحكام يعلق عليها علميا ولا غرابة في ذلك. هذا الحكم بوجهة نظري هو تطبيق مباشر لنص المادة 74 من الدستور، والتي أوجبت عدم مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أي أحزاب على أسس سياسية أو طائفية أو عرقية، أو أن الحزب مارس نشاط معادي لمبادئ الديمقراطية أو لطبع سري أو عسكري أو شبه عسكري. والمؤكد لدينا أن هناك عدد كبير من قيادات الحزب الخاص صدرت بالفعل منهم أحكام في قضايا إرهاب وفي قضايا قتل وفي قضايا تحريض وما إلى ذلك، وهناك عدد كبير آخر أصدرت أوراقهم بضميرة المفتي نظارا أحكام الإعدام. لا شك أن كل ذلك كما يؤكد أن هناك هذا الحزب العداء الشديد للمبادئ الديمقراطية ولإعمال التفرقة والعنف والنشاط العسكري داخل الدولة بل وخارجها أيضا، وتبنى ذلك عادة تعقد في بعض العواصم مثل أنقرة. إنما أنا عايز أؤكد عليه إن هناك ضمانة كانت أحكام في المادة 74 وهي ألا يكون حل أي حزب إلا بحكم قضائي، وهذا قد حدث. فالمحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها وهذا الحكم يعتبر. طيب يعني دكتور الصلاح، إحنا مقدرين جدا يعني إنك أنت يعني بذلت مجهود في التعليق، ولكن عفوا ليك وللمشاهدين على رداءة الصوت من المصدر. طيب نطلع لأول تقرير خاص بحوارنا الأول، لأنه بكل تأكيد بطبيعة الأحوال والتطورات السياسية اللي حوالينا ملف الأمن القومي العربي هياخد مساحة كبيرة في مباحثات الرئيس السيسي مع العاهل السعودي غدا. في أول زيارة له للمملكة بعد تنصيبه رئيسا للجمهورية، يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد إلى السعودية في زيارة هامة يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وعددا من كبار المسؤولين بالمملكة. زيارة الرئيس للسعودية من المقرر أن تتناول سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين،
وتعميق العلاقات بين مصر والمملكة التي كانت من أكثر الدول التي وقفت بجانب مصر عقب ثورة 30 يونيو. كان موقف المملكة وقتها موقفا فاصلا وفارقا ساهم في تغيير مواقف العديد من الأطراف التي ناهضت الثورة أو وقفت منها موقف الحياد سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، كما أن المملكة كانت من أول الدول الداعمة ماديا لمصر في أزمتها الاقتصادية وقدمت مليارات الدولارات دعما لمصر، فضلا عن أنها ترعى إطلاق مؤتمر أشقاء وأصدقاء مصر المانحين لمساعدة البلاد في تجاوز أزمتها الاقتصادية. كما أن الزيارة تحمل أهمية كبرى وتأتي في وقت تسود فيه الاضطرابات عددا من الدول العربية الشقيقة، ومن المتوقع أن تتناول المباحثات الثنائية بين الزعيمين بعض القضايا الهامة على مستوى المنطقة، خاصة ما يحدث في ليبيا والعراق. العلاقات بين مصر والمملكة السعودية علاقات متميزة نظرا للمكانة والقدرات الكبيرة التي تتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية. فعلى الصعيد العربي تؤكد الخبرة التاريخية أن القاهرة والرياض هما قطب العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي، كما أن التشابه في التوجهات بين السياستين المصرية والسعودية يؤدي إلى التقارب إزاء العديد من المشاكل والقضايا الدولية والقضايا العربية والإسلامية، ومن هنا كان طبيعيا أن تتسم العلاقات السعودية المصرية بالقوة والاستمرارية. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، وكما تابعنا هذا التقرير زيارة هامة يقوم بها الرئيس السيسي غدا إلى المملكة العربية السعودية. حول دلالات هذه الزيارة سواء على الصعيد السياسي أو الاستراتيجي أو الاقتصادي حيكون لنا هذا الحوار مع ضيفين متخصصين، الأستاذ أشرف حربي مساعد وزير الخارجية السابق ونائب رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، أهلا بك. والأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأخبار، أهلا. مساء الخير وأهلا بحضراتكم سيادة السفير. هبتدي مع حضرتك لأنه وضع المنطقة الحقيقة مزري، وكثيرون حتى من المصريين هنا عندما يرون حال الدول المجاورة شرقا وغربا يستشعرون حتى يعني نوع من الخطر. ملف الأمن القومي العربي كيف يصاغ بين مصر والسعودية؟ ملف الأمن القومي يصاغ خاصة بين قوتين إقليميتين، احنا بنعتبر ان السعودية ومصر هم أقوى قوتين تقريبا في منطقة الشرق الأوسط في الفترة الحالية، وبالتالي صياغتهم يجب أن تكون بالتنسيق والتعاون بين القيادتين، بين القيادة السعودية والقيادة المصرية من جهة أخرى، وبالتالي هناك مواضيع ونزاعات حاليا وخلافات أيضا وصراعات للقوة الكبرى داخل المنطقة، بالإضافة إلى بعض التدخلات الأخرى والنزاعات التي تحكمها بعض المنظمات والتنظيمات للأسف، منها إسلامية ومنها إرهابية، وبالتالي أصبح موضوع الأمن القومي العربي وصياغته في هذه الفترة موضوع يجب أن يؤخذ بمحمل الجدية والسرعة حتى لا نجد أنفسنا في هوة سحيقة لا نستطيع الخروج منها إلا بعد تضحيات قد تؤدي إلى انهيار الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي أيضا في منطقتنا العربية. طيب أستاذ أشرف العشري، من وجهة نظرك وفي إطار مناقشة ملف الإرهاب، ما الذي يمكن أن تقدمه كل دولة إلى الأخرى وللمنطقة عموما في هذا الإطار؟ وكل تأكيد العلاقات المصرية السعودية تعتبر حجر الزاوية حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بكثير من الشواغل السياسية والأمنية في كثير من دول الإقليم ودول العالم العربي، عليك أن تطل النظر باتجاه كثير من بعض التوترات والتجاذبات الأمنية والسياسية في عديد من المناطق الأمة العربية، بدءا من فيما يتعلق بسوريا، بلبنان في المشرق، أيضا في اليمن، ونورا بما يتعلق بليبيا في المغرب العربي، وأيضا في العراق التي أرى أنها كانت أحد بؤر التوتر منذ اللحظة الأولى بعد سقوط صدام حسين عام 2003 تحديدا في 15 مارس. وبالتالي أرى أن هناك كثير من بعض القضايا التي تهم الجانبين فيما يتعلق بالحفاظ على الحد الأدنى من ترتيبات الأمن القومي العربي في هذه المنطقة، خاصة أننا بتقعد هناك على الأقل ضمانة لاستمرار
أو عودة نوع من التضامن العربي في ظل هذه الأجواء وفي ظل هذا التأجيج العربي الذي نشر كثير من أساليب الفوضى الجوالة في كثير من بعض المناطق داخل الإقليم العربي. وبالتالي أرى أن هناك تحديات كثيرة تواجه الأمة العربية حاليا. أعتقد أن مصر والسعودية تستطيع بما لديهم من زخم سياسي وحضور كبير في المنطقة بما لهم من كتلة ووفرة سياسية وبشرية وأيضا اقتصادية كبيرة تمثلها السعودية ودول الخليج ممكن أن تلعب دورا كبيرا في وقف كثير من إراقة الدماء حاليا. نعم. أو على الأقل صياغة مفهوم للأمن القومي العربي جديدا يستطيع كثير من الدول العربية تتعاطى معه ومجرد حدوث حالة من التعافي أو على الأقل إيجاد بدائل لإنقاذ كثير من أوضاع التوتر المتأججة في كثير من دول المنطقة. أرى أن هناك قضايا عديدة في قضيتها العراق في اليمن. طيب احنا نناقشها تفصيليا وتباعا بس خلينا نروح لعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض. بينضم إلينا من هناك السفير عفيفي عبد الوهاب سفير مصر بالمملكة. مساء الخير يا سيد سفير. مساء النور. أهلا وسهلا. ولو تسمحي لي بداية أن أحيي أخي العزيز سعادة السفير أشرف حربي سعد وزير الخارجية السابق وكذلك الأستاذ أشرف العشري ومساء الخير. مساء الخير يا سعد. جمهورنا العزيز في مصرنا الحبيبة وأهلا وسهلا بك. أهلا بك يا سيادة السفير. خلينا الأول نعرف من حضرتك كيف ينظر المراقبون لديك في المملكة إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا. يعني الحقيقة على المستوى الرسمي والمستوى الشعبي هناك اهتماما كبيرا لهذه الزيارة التاريخية والكل بيتطلع إلى هذه الزيارة. يعني منذ أن أعلن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أول زيارة خارجية له ستكون إلى المملكة العربية السعودية لما يعكسه ذلك من اهتمام وبالغ بالمملكة العربية السعودية وتقدير مصر وشعب مصر لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا للمواقف التاريخية المشرفة والشجاعة والقوية التي أبدتها المملكة إجمالا وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تجاه مصر وشعب مصر عقب ثورة 30 يونيو. طيب. الزيارة في حد ذاتها بتحمل العديد من الدلالات والرسائل الموجهة لكافة الأطراف سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. تأتي طبعا في يعني في وقت في غاية الأهمية لما تشهد المنطقة العربية كما تفضل سعادة السفير أشرف حربي والأخ العزيز الأستاذ أشرف العشري لما توجهوا المنطقة العربية من تحديات في غاية الخطورة بما يستدعي بالفعل من البلدين المزيد من التعاون والتكاتف والتشاور والتنسيق لمواجهة هذه التحديات التي تشكل خطرا بالغا على الأمن القومي في المنطقة العربية بأسرها وعلى الدولتين لما يحدث من تطورات في غاية الخطورة في دول الجوار سواء بالنسبة للمملكة العربية السعودية أو بالنسبة لمصر. طيب سيادة السفير يعني كسفير مصر في السعودية هل لديك أي معلومات حول برنامج هذه الزيارة وأهم الموضوعات التي ستناقش خلالها غير الملف الأمني؟ هل هناك ملفات اقتصادية أو ملفات تتعلق بأمور أخرى؟ هو بالنسبة لبرنامج الزيارة البرنامج الزيارة بيتركز في لقاء القمة بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب وصوله مباشرة مساء غد إن شاء الله ثم يعقب ذلك اللقاء مع الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد على عشاء تكريما لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له. بالطبع في مثل هذه اللقاءات لقاءات القمة بين الزعيمين يعني الباب مفتوح لمناقشة كافة المسائل ذات الاهتمام المشترك سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي. وبالطبع سيكون ملف العلاقات الثنائية في كافة المجالات موضع محادثات بين الزعيمين
بما في ذلك الشق الاقتصادي في الهام في هذا الملف. نعم. نعم شكرا جزيلا لك سيادة السفير عفيفي عبد الوهاب سفير مصر بالمملكة العربية السعودية. احنا طبعا لضيق الوقت هنخرج لموجز الأهم وآخر الأنباء مع دينا أبو الفتوح، نرجع بعده نتكلم تفصيليا عن بعض النقاط كما فهمنا من سيادة السفير في المملكة عن أجندة المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، شكرا للزميلة دينا قدمت لنا موجز لأهم الأنباء، وبنعيد الترحيب بضيفينا في هذه الفترة الأستاذ سيادة السفير أشرف حربي مساعد وزير الخارجية الأسبق ونائب رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، والأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام. أمل أنت كان في نقطة توقفت احنا عندها. كنا بنتكلم عن الأمن القومي العربي، لأن هي دي قضية بتنعكس على قضايا كثيرة حتى في العلاقات الثنائية بين الدول العربية المختلفة. كنا بنتكلم وقت الموجز على فكرة اتفاقية الدفاع العربي المشترك وكيفية تفعيلها إذا تطلب الأمر، مع وجود دولة زي قطر ربما تجمد أصلا أو في الأساس قرارات مجلس التعاون الخليجي. طبعا معروف أن أي قرار بيتخذ في الجامعة العربية يجب أن يؤخذ بالإجماع، قوات لمساندة أي دولة من دول الجامعة العربية يجب أن يكون بموافقة الأعضاء كافة الأعضاء كافة الأعضاء. يعني إذا واحد رفض يعني طبعا لن يصدر القرار، إنما بصفة عامة عندما يكون هناك خطر جاسم على الأمن القومي العربي هناك اتفاقيات ثنائية أيضا للتعاون العسكري ما بين الدول وبعضها، وسواء كان في إطار الجامعة العربية أو إذا كان في إطار مثلا مجلس التعاون الخليجي. وإحنا شفنا لما حصل التهديد الإيراني والمشاكل اللي حصلت في البحرين وكيف قامت قوات درع الجزيرة وهي قوات قوة مشكلة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي واستطاعت في خلال ساعات قليلة أن تساعد الحكومة البحرينية أو المملكة البحرينية في إعادة استقرارها وتأمينها داخليا. في نفس الوقت احنا شفنا أيام الغزو غزو العراق للكويت أيضا تم الاستعانة أو الاستدلال باتفاقية الدفاع العربي المشترك حتى وإن كانت بين دولة عربية ودولة عربية أخرى، ولكن كل ما هذا كان في إطار تحالف دولي ليه التحالف الدولي يعني هناك يعني التحالف الدولي دائما بيستند إلى المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية في إطار الدول نفسها الدول أو المجموعة الإقليمية نفسها يعني بيستند ليها في أنه يخرج به قرار دولي من مجلس الأمن لأنه يجب أن تكون هذه الدول جميعا متفقة على هذا الهدف أو على هذا برغم التحرك. برغم أنه لم يخرج قرار من مجلس الأمن وأمريكا ضربت بالطيارات مواقع داعش مثلا بالضبط يعني أنها بتستند إلى قانون الإرهاب الأمريكي. هو قانون الإرهاب بيسمح للقوات الأمريكية أن تتدخل وأن تقوم بضربات ولكن ليست حرب شاملة تقوم بضربات بنسميها ضربات استباقية وذلك لمنع هذه الجماعات أو التنظيمات الإرهابية من إحداث خلخلة أو إحداث نزاع أو إحداث مشكلة أو تهديد لشعب أو تهديد لسكان إنها تقوم بكده بالزبط. أنا بس عايزة طيب أرجع للنقطة الأولانية الأمثلة اللي حضرتك تفضلت وفكرتنا وذكرتنا بيها، ما لقيناش أمثلة مماثلة ليها في أزمات ربما مش مشابهة ولكن برضو أزمات كبيرة وما زالت مشتعلة زي بؤر الصراع الموجودة حاليا سواء في سوريا أو في العراق وصولا إلى لبنان هذه الأيام. إحنا وليبيا دلوقتي طبعا. لازم نفرق ما بين المشكلات الداخلية أو الصراعات الداخلية يعني داخل الدولة وإذا كان هناك تدخل خارجي. إذا كان هناك صراعات داخلية زي ما نقول في ثورة في سوريا إذا كانت هناك ثورة في سوريا
يقوم بها الشعب السوري، فلن نستطيع أن نتدخل كقوات عربية أو يصدر قرار من مجلس الجامعة العربية بالتدخل إلا في حدود مساعدات معينة بتقدم. وده حصل إن الدول العربية، بعض الدول العربية قامت بمساعدة المعارضة السورية لإقصاء بشار الأسد ولم تنجح. نجد أيضا هذا في دول أخرى نجحت، مثلا في اليمن إلى حد ما استطاعت أيضا دول مجلس التعاون الخليجي في مبادرة للمصالحة الوطنية في اليمن، وعدت الأزمة اليمنية بإقصاء علي عبد الله صالح وخروجه من الحكم، وتتوالى المسألة السياسية أو البروسيس الموجود دلوقتي في اليمن، وإن كان يواجه بعض المشاكل والصعوبات. نعم. لكن دي نعتبرها برضو أيضا نموذج نجحت في المجموعة الخليجية في أن هي تساهم بشكل فعال في إعادة استقرار ومنع انهيار دولة مهمة جدا بالنسبة لأمنها القومي. موضوع ليبيا ده موضوع آخر بقى، يعني ممكن نتكلم عموما. يعني أستاذ أشرف، يعني كما سمعت يعني سيادة السفير بيقول أن يعني قال بطريقة مبطنة أن تشريعات جامعة الدول العربية أحيانا بتكون معوقة لحركة الجامعة السريعة في الأمور الطارئة مثل هذه، مما يستدعي أو يعني يجعل بعض الدول خارج المنطقة هي تتدخل لحل المشاكل. هل تعتقد أن الجامعة العربية محتاجة إلى نوع من إعادة الهيكلة وإعادة النظر في تشريعاتها؟ بكل تأكيد هناك نوع من النظرة فيها نوع من استخفاف الجامعة العربية في العشر سنوات الأخيرة. لا يعول كثيرا على الجامعة العربية في قيام بأي أدوار أو أي وظائف هيكلية تستطيع أن تحافظ على مقتريات أو الحد الأدنى من القوم الأمن القومي العربي. وبالتالي لم يعد هناك بعد حرب الكويت وغزو العراق للكويت ثم في ضرب العراق في 2003 أي تعول على الجامعة العربية. جرت محاولات عديدة لإصلاحها وإعادة هيكلة الجامعة العربية، لم يكن لديها كثير من الحضور في كثير من القضايا والأزمات العربية، وبالتالي الجامعة العربية تحولت إلى صراع إرادات، ولم يكن لديها أي نوع أو توافر على إحداث نوع من الحل لكثير من قضايا الإقليم. دورها ضعيف للغاية، لم تساهم بكثير من الإيجابيات. الجامعة العربية تستطيع أن تقول أنها جثة هامدة لا يمكن التعويل عليها في كثير من الاشتباكات السياسية أو الأمنية أو الدبلوماسية أو العسكرية. طيب نحاول نربط الموضوع ده بالزيارة اللي حيقوم بها. أعتقد أن هناك يعني هل يمكن تكوين محاور خارج إطار جامعة الدول العربية عن طريق الدول القوية والفاعلة في المنطقة؟ أنا استطيع أن أقول محاور، لأن جزء من الدبلوماسية المصرية منذ سنوات عديدة في عهد السادات وفي عهد مبارك حتى في الفترة الأخيرة رافضت سياسة المحاور في المنطقة لأنها تخلق نوع من التجاذبات السياسية والاستقطاب الإقليمي والعربي في المنطقة، وبالتالي يمكن أن تقول أنها مجموعة من الدول تألفت على مجموعة من المصالح. أعتقد أن هناك توجه لدى مصر وأيضا بسمة في المنطقة بدول الاعتداد العربي في مواجهة دول الممانعة التي كانت تمثلها سوريا في لحظة من اللحظات، وبالتالي أرى أن دول الاعتداد العربي ممثلة في دول مجلس التعاون الخليجي لو استثنينا قطر في هذا الشق أو في هذا النطاق، تبقى الأردن ومصر أحد الروافض الأساسية وهي تسمى مجموعة الثمانية. هذه الدول لديها كثير من المصالح والأهداف المشتركة ومقومات النجاح لإحداث نوع من ضبط الإيقاع الأمني والسياسي والعسكري داخل منطقة أو داخل الإقليم تحديدا وفي العالم العربي تحديدا. أرى أن الزيارة تحديدا لديها كثير من القضايا لأن جدول أعمال مزدحم وسيكون مفتوح على كل القضايا العربية. هناك تتحدث عن إقليم الآن يغرق في فوضى السلاح والعنف والتوتر ومعارك الاشتباك بين كثير من بعض القوى سواء داخلية أو خارجية، وبالتالي المنطقة مرورا من العراق وحتى ليبيا تعيش أو يحطها حزام من الفوضى والإرهاب وأعمال التوتر والعنف على مدار أكثر من 5 سنوات وبعد ثورات الربيع العربي. وبالتالي أرى أن مصر والسعودية بما لهم من صقل وحضور صقل سياسي أو صقل سياسي واقتصادي تستطيع أن مع دول مجلس التعاون الخليجي أن تشكل حاضنة سياسية تستطيع من خلال ضبط الإيقاع لكثير من دول الإقليم التي تواجه كثير من بعض الأزمات. أرى أن هناك سيكون هناك مجموعة من القواسم المشتركة يتم لبدء تحريك وحلحلة العمل العربي وإمكانية مساهمة السعودية ومصر بالإضافة للإمارات ودول خليجية في إمكانية القيام بمجموعة من التحركات السياسية والعربية لوقف كثير من نزيف الدم المهدر في دول الإقليم العربي. لا تنسى
أن السعودية ومصر يستطيعان بما لهم من قوة ونفوذ وحضور أن يجمعوا كثير من حالة الشتات التي يواجهها العالم العربي، وأيضا الخروج من هذا النفق المتردي أو المظلم الذي تعيشه المنطقة العربية منذ 10 سنوات. وبالتالي أرى أن هناك تعويل كبير على الدولتين في إمكانية إحداث طفرة أو نوعية من الحركية، أو على الأقل توسيع دائرة الحركة والرؤية ما يتعلق بإنقاذ كثير من الأقاليم العربية التي تواجه أزمات عديدة. أرى أنه سيتمخض نوع من النتائج الإيجابية، وما يكون شكل لجان أو آليات ثنائية بالتعاون مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي لإحداث نوع من الحركية والمنهجية فيما يتعلق بالتعاطي مع كثير من القضايا. العراق أزمة مفتعلة تهدد الحدود العربية والسعودية تحديدا والخليجية. أرى أن ليبيا وما يحدث في ليبيا حاليا وفي السودان أيضا يشكل مخاطر كبرى على الأمن القومي العربي. إذا كلا الدولتين التي يمثلان رمانة الميزان لديهم مخاوف وهواجس من تردي وضعضعة الأمن القومي العربي. أرى أنه ما سيحدث في هذه القمة سيتم البناء عليه في مرحلة لاحقة لإحداث نوع من الاستقرار، سواء بالتعاطي مع الجماعة العربية أو تشكيل محور أو كل محور تحالف جديد تمثل دول الخليج بالتعاون مع مصر والأردن في المرحلة الحالية لإحداث نوع من ضبط التوتر الأمني من ناحية، وأيضا وقف نزيف النزاعات في العالم العربي وإحداث نوع من الحالة لكثير من القضايا العربية. وبالتالي هناك رهانات عديدة وناجحة على قيام الزعيمين بالتطرق عبر وضع خريطة الطريق أو على الأقل إحداث نوع من الثنائية بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي لإحداث حركية جديدة تستطيع وقف هذا التوتر والتردي في العالم العربي، وبعدها سيكون هناك نوع من النفوذ الخليجي المصري. لك تعلم تماما أن هناك دول لديها كثير من الحضور والتمدد، ومثلث إقليمي تمثله تركيا وإيران وإسرائيل استطاع أن يغلب الحضور العربي حتى هذه اللحظة في 10 سنوات الماضية، وبالتالي لابد أن تعاد أو يعود الحضور المصري السعودي الخليجي مرة ثانية لإحداث نوع من التوازن داخل إقليم الشرق الأوسط من جديد قبل أن يجرفنا الطيار ونجد أنفسنا في مرحلة المفعول به وليس الفاعل فيما يتعلق بتحديد. طيب نروح بقى للطرف الآخر من البحر الأحمر نشوف الكلام ده، يا رب يكون سامع. اتفضلي دكتور. يعني محمد عبد الله الزلفى عضو مجلس الشورى السعودي السابق، مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا يا سيد مساك، اهلا بك. طيب دكتور محمد، احنا بنتكلم على الامن القومي العربي في ضوء زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكه غدا. من وجهه نظرك كيف للرئيسين او كيف لمصر والسعوديه ان يقودا أو يتفاعل مع القضايا الإقليمية وبؤر الصراع في منطقة الشرق الأوسط؟ بكل أسف أنه خلال 10 سنوات الماضية كما تحدث المتحدث قبلي حصل اختلالات في المنطقة. الأستاذ أشرف العشر. الأستاذ أشرف. هذه الاختلالات في غياب أو كما أرادت هذه القوة إقليمية أن يحيدوا مصر أو يلهوا مصر في قضايا مختلفة وأيضا يحيدوا الدور السعودي، استغلت هذه الظروف من قبل هذه القوة الإقليمية للقول بأنهم يدافعون عن قضية فلسطينية لأنهم ممانعة ومعارضة وإلى آخره من الأقاويل. الآن الحمد لله أنه عادت البحثة قوية بين أكبر دولتين عربيتين مؤثرتين في الأمن القومي العربي وهي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ومع شقيقات دول الخليج العربي. أنا أتصور أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة هي تتويج لهذا التقارب الكبير وهذا العمل التعاضد القوي بين المملكة العربية السعودية ومصر في سبيل إعادة إحياء مفهوم الأمن القومي العربي والحفاظ عليه من الاختراقات من قوى إقليمية أرادت أن تضعف الجسد العربي بوسائل مختلفة. والآن الحمد لله الجسم العربي يعود مرة أخرى إلى التعافي من خلال هذا التقارب وزيارة الرئيس سيسي بكرة أو غدا ستكون تتويجا لهذا الأمل إن شاء الله. طب دكتور يعني دكتور محمد، الأستاذ أشرف العشري برضو كان له رأي في جامعة الدول العربية، قال إن التحركات الحالية من الدول الكبرى في الإقليم هي مش ممكن تخلق يعني بديل، لكن هو محاولة للخروج من دائرة جامعة الدول العربية اللي فقدت دورها منذ 10 سنوات. رأيك؟
لا غنى عن جامعة الدول لا غنى عن دور جامعة الدول العربية، ولكن جامعة الدول العربية أضعفت بسبب تلك القوة التي أرادت تضعف كل شيء في العالم العربي، بما فيها جامعتهم العربية التي أصبحت تقريبا بفترة معينة مشتولة لا تستطيع أن تفعل شيء. لكن أعتقد الآن بالتقارب أكبر دولتين في المنطقة وهذا الاهتمام المنقطع النظير من الزعامتين السعودية والمصرية في إعادة اللحمة العربية مرة أخرى، في إعادة الثقة لدى الإنسان العربي في قياداته، في إعادة الأمل إلى أن العالم العربي يجب أن لا يكون مهدد من قبل قوة أخرى تريد أن تحل محل الإنسان العربي. رأينا ماذا تفعل إيران، رأينا ماذا تفعل الآن تركيا، رأينا وبكل أسف المثلث مثل ما قال لك يوسف العشري، هو فعلا هذا المثلث الخطير، إيران تركيا إسرائيل وكلها تتآمر على الإنسان العربي. عاد مدى التناسق قطر على الخط أيضا هذه قضية مختلفة، ولكن الكل منهم على طريق لديه يريد أن يضعف هذا الجسم العربي. الآن نحن نحس بأمل، والجيل العربي الجديد يحس بأمل إنه العرب موجودين وسيعودون بقوة، ولديهم الإمكانات، لديهم القدرات، ولديهم الإرادة. مصر بقوتها والسعودية بقوتها سواء سياسية دينية اقتصادية، ومصر بقوتها الهائلة في موقعها، في قواها البشرية، في اهتمامها في قضايا الأمة العربية التي الآن تمزق بكل أسف، والأمل معقود على هاتين الدولتين. الدكتور محمد عبد الله آل زلفة عضو مجلس الشورى السعودي السابق كنت معنا على الهاتف، شكرا جزيلا لك. طيب كيف لمعارضة أو مواقف قطر أن تصبح تحديا لكل ما نناقشه الآن أمام المملكة العربية السعودية باعتبار أن هي جزء من الجسد الخليجي؟ والله في وجهة نظري طبعا الدور القطري ليه تأثير، كان ليه تأثير في الفترة السابقة، وتأثيره كان تأثير يعني فعال إلى حد كبير. يعني معظم الأزمات التي مرت بها المنطقة منذ بداية ثورات الربيع العربي كان لقطر دور، وكان لقطر مساهمات، إلى أن انتهت إلى أنها تساند بعض الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتأليب الاستقرار والأمن الداخلي لعدد من الدول، ومنها طبعا سوريا وقبلها ليبيا. يعني للأسف الشديد الدور القطري كان دور لم يحجم في وقته. وأعتقد أن المملكة العربية السعودية في خلال الفترة السابقة أو القليلة الماضية أخذت خطوات، أعتقد أنها خطوات إيجابية وخطوات فعالة لتحكيم الدور القطري على المستوى الإقليمي وحتى على المستوى الخليجي نفسه. في إحنا زي ما شفنا في إثارة قلاقل ودعم جماعات الإخوان المسلمين في الإمارات، التنظيمات أو الجماعات الشيعية في البحرين وأيضا في سوريا. الآن الدور القطري محدد في منظمة أو في مجلس التعاون الخليجي، وهناك اجتماعات وهناك جولات مكوكية يقوم بها قيادات سعودية حاليا في موضوع في هذا الموضوع. وأعتقد أن الفترة القليلة القادمة ستشهد قرارات قد تكون قرارات حاسمة في تحييد الدور القطري، وأن يكون الدور القطري لا يخرج عن حجم قطر الطبيعي في المنطقة العربية. السيد سفير هم حاولوا، عفوا المقاطعة، هم حاولوا بالفعل، عقدوا اجتماع وحتى السعودية ضغطت وسحبت السفير وعدة دول خليجية أيضا، ولكن يعني يعاب على دول فاعلة في المنطقة أن كل تصرفاتها بتأتي في إطار رد فعل. كل دولة لها أعدائها، وكل دولة لها، يعني مثلا إيران في إطار الملف النووي استطاعت خلال العشر سنوات الأخيرة أن هي تفرض رأيها. هي كان لها استراتيجية واضحة وليها أهداف
حاولت تحققها وحققت معظمها. يعاب على الدول، ومش عيب ان احنا ننتقد نفسنا، الدول الفاعله زي مصر وزي السعوديه، يعني مثلا قطر استطاعت وهي دوله صغيره بالشكل ده انها تنتج اقوى جهاز اعلامي في المنطقه. اذا قلنا مثلا ان السعوديه عندها امكانيات اكبر من قطر بكتير، فهي امام ما انتجته قطر، هي جزيره عندها العربيه حتى لم تستطع في ظروف زي اللي احنا فيها دي ان هي تماتش، انها تنافس قناه زي الجزيره. نادية، انت حضرتك طرح مباين تماما، مختلف تماما الاختلاف. اتفضل. فيمكن باي حال من الاحوال ان نتحدث عن منهج قطر ومنهج السعوديه. قطر منذ اللحظه الاولى من لا انا ما بقارنش 95. لا ما بقارنش، انا بقول ليه ما يكونش في استراتيجيات واضحه حتى الناس اللي بيتصرفوا على الجنبين. انا ماشي في طريقي وانا بعمل اللي انا عايزه، في المقابل زي ما عملنا في ثوره 30 يونيو. في المقابل ايضا تجد 21 دوله عربيه وهم دول اعضاء الجمعيه العربيه باستثناء قطر، 21 دولة ينصبون قطر عقود العداء، لكن الرفض لمثل هذا التعاطي من قبل قطر. قطر في الفترة الأخيرة خسرت كثير من أوراق وسددت أسمان كثيرة. أعتقد الآلة الإعلامية التي تحدث عنها ممثلة في قناة الجزيرة أصبحت الآن ليس لديها نوع من الحضور في المشهد الإعلامي العربي ولا في المجتمع الدولي، لأنها فقدت كثير من المصداقية بتعاطيها مع الملف المصري وحتى مع الملف الخليجي في لحظة ما. وجرى العرف أن هناك آليات جديدة تم التعاون عليها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع الرياض في القاعدة الجوية، وأيضا زيارة الأمير الأخيرة للسعودية خلال شهر رمضان. يعني لما يخرج وزراء إسرائيليون في وقت اجتياح غزة ويقولوا إن قطر عدوة، كلنا نعرف ده بيدل إن هذا الجهاز الإعلامي كان قوي جدا بحيث إنه أزعج الكيان الإسرائيلي في تغطية الحرب. بس يا سيد الفاضل، مش الحرب الأخيرة، منذ انشأت الجزيرة في 96 حتى هذه اللحظة تسعى لإيجاد نافذة يومية على مدار الساعة للمتحدثين الإسرائيليين وللكيان الإسرائيلي، وبالتالي أرى طب مقابلها أن قطر مقابلها إيه بقى في يعني مصالح مشتركة، مصالح استراتيجية. لا مقابلها إيه يعني من مثلا الجانب العربي، من الجانب السعودي مثلا اللي هو عنده قناة قوية زي قناة العربية برضو. ما قلت يعني ما قدرتش تعمل مقارنة، لأن العربية تنتج خط الاعتدال. الاعتدال الإعلامي، تحافظ على الاعتدال الإسلامي، الاعتدال السني، لا تسعى لحديث نوع من التأجيج أو على الأقل تعزيز كثير من حروب طائفية ومذهبية كما تفعل الجزيرة. كل الاشتباكات اللي حصلت في المنطقة بما فيها ما حدث في مصر وما حدث في ليبيا وضرب ليبيا ونهاية معمر قذافي بمقتضى قرار الأمم المتحدة 1973 كان بحرب إعلامية دشنتها الجزيرة في المقام الأول، لأن قطر لديها أجندة سياسية والجزيرة لديها أجندة إعلامية، وبالتالي لا يمكن أن تقارن قناة معتدلة كالعربية تتمتع بكثير من الحضور والمصداقية والشفافية بقناة تسعى لإحداث نوع من التقليب كما حدث في مصر على في عهد مبارك وبعد مبارك. لا، من حقنا نقارن، من حقنا ندعم قناة زي العربية أنها تبقى تعلى عن قناة زي قناة العربية الجزيرة. أكثر حضورا الأمر يتحول للعربية والجزيرة حسب كثير من استطلاعات الرأي العام الدولي والعربي. العربية أكثر يشاهدها في اليوم ما يقارب 35 مليون مواطن عربي، كان عن المنطقة العربية فقط. الجزيرة لا تحظى بأقل من 6 أو 4 مليون حتى هذه اللحظة، وأنصار الأجندات الخاصة، وبالتالي لوضع المقارنة حاليا، لأن ما حدث بعد أزمة مصر حدث طيب. تعيين في الخطة الإعلامية. ناخد الرأي الدبلوماسي بقى. يعني احنا أنا يعني عندي نقاط رد فعل ولا فاعلين؟ لا، أنا عندي نقاط طبعا أتفق فيها مع الأستاذ أشرف العاشر، ونقاط أخرى أختلف فيها. طبعا جهاز بس في عجالة جهاز الجزيرة هو جهاز قوي جدا على أعلى مستوى إعلامي عالمي، لدرجة أن هناك الكثير من المراقبين في دول العالم بيلجأوا إلى تتبع الأحداث وتطورات الأحداث والتحليلات السياسية والاقتصادية من قناة الجزيرة العربية، من قناة الجزيرة وليس من أي قناة أخرى. وبالتالي احنا لا وجه للمنافسة، ما اقدرش للمقارنة، ما قارنش، لا تقارن. انت الجزيرة وصلت لمرحلة اصبحت تنافس في الكادرات الاعلامية اللي موجودة فيها الدولية والمحلية والعربية، يعني قصدك خرجت عن نطاق الاقليمي الى مستوى CNN وحتى اقوى من البي بي سي
في كثير من التغطيات الإعلامية والبرامج الإخبارية والتحليلية والاقتصادية والثقافية والتاريخية والتراثية. طب ده بيستلزم بالإضافة إلى القنوات الجزيرة انترناشنال أو الجزيرة الدولية، ما هي باكج يعني باقة، يعني أنت بتتكلم عن منظومة إعلامية قوية علمية تمتلك أسلحة عديدة تكنولوجية وأيضا كادرات إعلامية. مصر والسعودية، مصر والسعودية بالقدرات المالية وال هم كلهم اللي بيشتغلوا في الجزيرة مين يعني؟ ما هم اللي في الجزيرة زمايلك. أنا قصدي يقدروا يعني ما تفتكرش إن في وفي محللين سياسيين موجودين واقتصاديين زمايل الأستاذ أشرف من كل المراكز الدراسات. صحيح. أخذت الجزيرة العربية نخبة استطاعت أن تعمل بها لفترة، وهناك نخبة انسحبت، وأيضا لكم زميل هنا في التلفزيون وأيضا عدد آخر من السادة الصحفيين والإعلاميين انسحبوا من قناة الجزيرة. طب كلمة مع بداية الثورات العربية، وأنها أخذت أجندة واتجاه سياسي ضد مصالح العربية المشتركة. صحيح. والأمن الصحيح. كلمة أخيرة للحل، الحل إحنا قدامنا تحدي، وقدامنا في دولة عندها أجندة وماشية فيها. أنا رأيي التحدي الآن يجب أن يكون هناك أجندة عربية مشتركة. نعم. للدول المعتدلة. أيوة. سواء تقودها المملكة العربية السعودية ومصر نحو كيان عربي قوي يستطيع أن يواجه هذه الأزمات. نعم. التي نواجهها والتحديات الصعبة التي نواجهها سواء داخليا أو إقليميا أو دوليا. مش لا نستطيع أن نحل مشكلة من طرف وهناك أطراف أخرى يجب تحاول أن يتم تأجيج هذه المشكلة. هو باكج. نعم. نعم. هو باكج. نعم. نعم. احنا بنشكركم جدا على الحضور، شرفتونا النهارده في من القاهرة، وسريعا جدا او بعد هذا الفاصل هيشرفنا الاستاذ اشرف ابو الهول وتحليل خاص عن ملف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة. كونوا معنا. مفاوضات ماراثونية برعاية مصرية جرت في القاهرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التوصل إلى اتفاق دائم للتهدئة في قطاع غزة في وقت يقف فيه الجانبان على طرفي النقيض. الجهود المصرية لتهدئة الوضع في القطاع الواقع تحت العدوان الإسرائيلي منذ أكثر من شهر كانت في سباق مع الزمن لاحتواء الأزمة سريعا من أجل حقن دماء الشعب الفلسطيني في غزة، غير أن التعنت الإسرائيلي للاستجابة للمطالب المشروعة للجانب الفلسطيني دائما ما كان يقف في طريق نجاح أي مفاوضات. أعضاء الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي توافدوا خلال الأيام الماضية على القاهرة لإجراء محادثات غير مباشرة بواسطة مصرية استعرض خلالها الجانبان مطالب كل منهما وسبل وقف إطلاق النار في غزة، غير أن تباين الرؤى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لم يجد سبيلا حتى الآن للتوصل إلى حل وسط يحول دون سقوط دماء مزيد من الشهداء الأبرياء في القطاع المحاصر. الفصائل الفلسطينية طرحت على طاولة المفاوضات مطالب مشروعة لا تتعدى كونها أساسيات لازمة لاستمرار الحياة الإنسانية في قطاع غزة، في حين تتمسك إسرائيل بنزع سلاح المقاومة في القطاع، وهو الأمر الذي قوبل برفض قاطع من المقاومة الفلسطينية. أما الخارجية المصرية فأكدت من جانبها أن مصر تقوم بجهود دؤوبة ومتواصلة لتقريب وجهات النظر ولرعاية المفاوضات غير المباشرة وصولا إلى تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني ولتوفير الحماية له من مخاطر استئناف الأعمال العسكرية. طيب احنا طبعا ملف غزة هو الملف الأبرز عربيا وإقليميا، في بعض الأقاويل الخاصة بالأفق المتوقعة من المحادثات غير المباشرة اللي موجودة في القاهرة مع استمرار طبعا القصف وخرق الهدنة اللي كانت معلنة النهاردة، 5 قتلى أو شهداء فلسطينيين على الأقل بالإضافة إلى المزيد من الدمار. بالضبط. أكيد بكل تأكيد أكيد زادوا فعلا. فده هيكون ملفنا التحليلي مع الأستاذ أشرف أبو الهول نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام والصحفي طبعا الكبير. مساء الخير يا أستاذ أشرف. مساء الخير. أهلا. مساء الخير أستاذ أشرف. وفي البداية يعني قيم لنا الموقف، عادت الهدنة إلى الانكسار من جديد وعادت الفصائل الفلسطينية لإطلاق زخات من الصواريخ على إسرائيل، وإسرائيل يعني الغلبانة بترد بقى على أهداف في غزة، هنعمل إيه؟ يعني خليني أقول لك أنه رغم يعني
تبادل القصف ورغم سقوط الشهداء، لكن ما نقدر الهدنة انهارت وان المحادثات انهارت بشكل تام. طالما الوفد الفلسطيني لسه موجود والاسرائيليين ما قالوش ان احنا انسحبنا يبقى في امل، لكن المشكلة انه الناس مصعدة وكل طرف مطالبه كبيرة جدا وكل طرف متصور ان هو انتصر وانه هيجي هيفرض شروطه على الطرف الاخر، والكلام ده مش حقيقي. كل طرف يعني انهزم بشكل ما، محدش انتصر، والمتضرر اكبر هو الشعب الفلسطيني، والتدخل المصري هو الانقاذ الشعب الفلسطيني مش انقاذ لهذا الطرف او ذاك. وبالتالي لسه المحاولات شغالة، لكن للأسف في محاولات يعني ابتزاز لمصر واستفزاز ليها، اللي يطلع يمين وشمال ويقولك مصر مش واقفة مع الفلسطينيين ومصر بتأيد المطالب الإسرائيلية ومصر أسقطت أو بتضغط على المقاومة لإسقاط طلبها بإقامة مينا في بحري في غزة. وده يعني ابتزاز رخيص، لأنه الطرف المصري هو طرف وسيط لا يملك عصا سحرية، ما يقدرش يفرض على إسرائيل حاجة، هو بيضغط بيمارس كل أنواع الإغراء والابتزاز وكل حاجة، لكن في النهاية هو مش هيجبر الإسرائيليين ولا هيجبر الفلسطينيين، وبالتالي محدش يزايد على مصر. نيجي للوضع الحالي، إيه اللي معقد المفاوضات؟ اللي معقد المفاوضات إن كل طرف طلع بسقف عالي قوي. الرأس رفع الحصار ووقف العدوان، لكن الموقف الحالي انك انت تطلب مينا ومطار وتوصل غزة بالضفة، ده بالنسبة للإسرائيليين شبه مستحيل. انا بقول بالنسبة للإسرائيليين مش بالنسبة لنا، لسبب بسيط: حكومة نتنياهو حكومة متطرفة جدا، ومش عايزة انك يعني تديك الانطباع او تدي الانطباع انها انهزمت وحتوافق لك على كل حاجة، وهي مجرد حتى فتح المعابر دلوقتي بتشكك فيه، بتقول اسمنت والحديد وبيعمل بيها مدينة انفاق تحت الارض، وبالتالي طلباتك بالنسبة لها عالية جدا. الاسرائيليين في المقابل يقول لك لا، ننزع سلاح المقاومة، لا قوات دولية تيجي. بالتالي الطرف المصري الوسيط المصري عايش في ظروف صعبة جدا، هو بين جهتين بتفاوضوا بشكل غير مباشر مش قدام بعض، وهو بيتلقى الصدمات من مصر وبيحاول يمتص ويضغط هنا ويضغط هنا، وللأسف الشديد مش عاجب. وبالتالي سواء أستاذ أشرف، وده وفقا حضرتك كتبت أو بتكتب مقالات كتيرة عن الوضع ده في الجزء السياسي، أي مطالب يمكن أن تكون مقبولة من الطرف الإسرائيلي من وجهة نظر حضرتك؟ يعني الناس مفروض تقعد تطلب إيه؟ يعني أنا عايز أقول لك، هو الأساسي رفع الحصار، فتح المعابر، لكن لابد من الاتفاق علشان أقول للإسرائيليين افتحي مينا ومطار، لازم في المقابل من وجهة نظر الإسرائيلي تدي لهم هدنة طويلة، تدي لهم نوع ما من الرقابة على المطار أو الميناء، لأنه مش هيسمح لك، هيقول لك ميناء ومطار هتدخلي شحنات صواريخ وتدخلي وهتوصلي ضدي. هم بيطلبوا بإشراف دولي على هذا الميناء. فهو الإسرائيليين بيطلبوا بكده. وأنا أعتقد أن قصة الإشراف الدولي لحد ما على معبر أو مطار مقبولة في معظم دول العالم اللي استقلت حديثا او اللي عقدت اتفاقيات لانهاء حروب، لازم بيبقى فيه طرف ضامن، طرف الضامن هيبقى اشراف دولي محدود. وبالتالي مش عيب ان احنا في مقابل ان احنا ناخد مكسب كبير زي مطار او ميناء نقبل درجة ما من الاشراف، لانه انت بتقول المطار والميناء لخدمة المواطن المدني، لخدمة المواطن العادي. هيديرك ايه؟ هم قبلوا بالاشراف الدولي، يعني لا هم لا 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 هم يعني ما كانوا ما عايزين ما يعني مثلا يخرجوا من اطار، يعني خلينا نروح مثلا ايه عشان نفهم كل طرف بيفكر ازاي. هم عايزين مثلا المقاومة في غزة عايزة تخرج بره اطار المعابر المسيطر عليها من دول الجوار، يعني حتى المعبر بتاعنا كمان يعني عايزين يجانبوا رفح. هم عايزين معبر في بحري
يبقى بإشراف دولي وتدخل عن طريقه السلع والمواد الخاصة بغزة، وعايزين مطار. هل بإشراف دولي ولكن قال بإشراف دولي؟ إسرائيلي. لا طبعا، إسرائيل لا طبعا مش ممكن الكلام ده يحصل إلا ما يكون تحت إشرافي أنا. لا لا الكلام ده مش مطروح أساسا. هو الجانب الفلسطيني ما قالش بإشراف دولي تحت أي ظرف من الظروف، بالعكس لو هو وافق على الإشراف الدولي هتكون مشاكل كتير اتحلت. لكن الطرف الإسرائيلي بيتشكك في كل صغيرة وكبيرة وبيعقد لك، أنت تقول له أنا عايز كذا يقول لك أنا عايز كذا. مجرد أنك جبت الإسرائيلي هنا وبدأت المفاوضات وبدأت تنسى قصة نزع سلاح المقاومة وتقول طب خلاص أنا هفتح المعابر، طب خلاص أنا هوقف العدوان، ده مكسب حققته مصر. وبالتالي لازم بقى نصبر شوية ونزود عليه، وكان لازم الهدنة تجدد. الهدنة ما حدش قال خلوها 5 سنين ولا 10 سنين، الهدنة أيام. أنت في محادثات صعبة ومعقدة، يعني 72 ساعة لو كانت اتمددت 72 ساعة تانيين والمفاوضات شغالة ما كانش هيسقط الشهداء والجرحى اللي سقطوا خلال الثلاث أيام اللي فاتوا، والدمار اللي يعني تدمير مساجد ومنازل خلال النهاردة ومبارح حاجة غير مروعة، حاجة غير طبيعية. محادثات معقدة جدا، لازم يبقى عندنا صب وأفق سياسي. طيب هل اتفضل أنا. اتفضل هل من وجهة نظرك وقراءتك للتفكير الخاص بحكومة نتنياهو هل ممكن أن يتنازلوا بعض الشيء في نهاية المطاف عن موضوع نزع سلاح المقاومة، ولا هتبقى دي هي قضية محورية؟ عايز أقول لك أنه هتبقى قضية محورية، لأن حكومة نتنياهو حكومة شديدة التعقيد وشديدة التطرف، حكومة أنا في وجهة نظري هي الأسوأ والأصعب في تاريخ إسرائيل. عايز أقول لك على حاجة، نفتكر مين اللي دمر أصله، مين اللي حرض على اغتيال رابين؟ كان نتنياهو. إيجال عمير لما قتل رابين كان بتحريض من نتنياهو واللي زي نتنياهو. نتنياهو مش لوحده في الحكومة دي، في أسوأ منه واحد اسمه نفتالي بينيت، لا أكتر من ليبرمان. نفتالي بينيت اللي هو أحزاب يمينية أكثر، هو زعيم حزب اسمه البيت اليهودي اللي ده وزير الصناعة حاليا، ده شديد التطرف، ده كان مدير الدعاية الانتخابية بتاع نتنياهو واختلف مع زوجة نتنياهو سارة، وبعد كده قلب على نتنياهو فدخل رشح نفسه وزايد عليه في التطرف. هو اللي أفشل المفاوضات بين أبو مازن وبين نتنياهو. لما كان نتنياهو موافق على الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرة، ده قال لا ده فيهم ناس بيحملوا الهوية الإسرائيلية من سكان القدس و48 معهم ليبرمان. فأنت تركيبة صعبة جدا، تركيبة لو تنازلت بالمينا والمطار ووصل الضفة وغزة بالنسبة لهم دي نهايتهم السياسية، وبالتالي في تشدد. هلاقي الجانب الفلسطيني هيتمسك بالطلب ده، التاني هيقول لك طب نزعل سلاح المقاومة. لكن أسوأ من كل ده ان اسرائيل لها ظهير خارجي، الولايات المتحدة، دول كتير بتؤيد نزع سلاح المقاومة. يبقى احنا نبدأ نتعامل بتعقل وحكمة في طلب لو نقدر نأجله لمرحلة تانية. المهم دلوقتي نفتح المعابر، نرفع الحصار، ندخل يعني كل ما يحتاجه القطاع، ده الرئيسي، ده الأولوية. لكن إسرائيل لديها استعداد أنها تستأنف القتال أسوأ من الأول في مقابل أنها ما تقولش أن حماس انتصرت أو المقاومة انتصرت، ولكنها لا تستطيع فرض واقع على الأرض. يعني الآن سلاح الجو لم يعد يستطيع فرض أي واقع على الأرض، وحين تريد إسرائيل الآن فرض واقع عن طريق المشاة أو عن طريق سلاح الدبابات أو الأسلحة الثقيلة، مش قادرة تفرض واقع على الأرض. كلام الصحيح. طب غزة صغيرة. غزة صغيرة. غزة الإسرائيليين عملوا في رفح وبيت حنون والشجاعية نظام الكاربت بومينج، قسموا المناطق السكنية لمربعات وبدأوا يدخلوا مربع مربع يمحي. عدد اللي تهجروا من غزة وتشردوا في الحرب دي أكتر من 67، يعني ما يقرب من 10% أو ما يقرب أكتر من 20% من السكان سابوا أماكنهم بقوا مدارس. إمتى بقى كان وضع إسرائيل صعب؟ قبل الهدنة دي
لما الإسرائيليين دخلوا عشان يدمروا الأنفاق داخل غزة كان وسيط سهل، كان بيطلع لهم المقاومة من الأنفاق، تفجيرات، ألغام مركبة، كان فرصة بالفعل. الإسرائيليين عملوا لكن لا اتغيرت. أكبر إسرائيل عدد من أربع جنود الإسرائيليين يموتوا. عفوا أنا ما بتكلمش على الأيام اللي فاتت، أنا بقول لك دلوقتي. الإسرائيليين خرجوا بره غزة قالوا إحنا دمرنا الأنفاق، وبالتالي هو بقى في موقف قوة، مش هيستخدم القوات البرية تاني. القوات البرية اللي كان بيتم اصطيادها مش هيستخدمها. طب وده تاني. صحيح انهم دمروا جميع الانفاق ولا؟ والله بص، هو دمر الاغلبية او دمر المعلن 32 حتى لو في نفق ولا اتنين ولا تلاتة ما بيشكلوش الخطورة اللي عليه زي الاول، وهو بقى اكثر حرص وحذر لانه اكتشف ان الانفاق اخطر مما تصور، وبالتالي هو بيلعب على دي دلوقتي. انا خرجت بره والصاروخ اللي هيتضرب هرد عليه، القذيفة اللي هتتضرب هرد عليه، وده اللي حاصل امبارح والنهاردة واول. اي فصيل صغير يضرب قذيفة بيدمر بيت، بيدمر اسرة، بيهدم منطقة، وبالتالي طيب هي حرب عض اصابع ارتضاها الغزاويون، مش الفصائل بس المقاومة. لا 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 يعني معلش، انت شايف ان الغزاويين منقسمين؟ لا لا، بص الناس مش هترتضي بالدمار والخراب وهي مش عارفة ايه النتيجة. انا ممكن ارتضي بالدمار لو انا في الاخر هطلع على القدس، لو انا في الاخر هحل القضية، لكن في الاخر علشان ارجع للهدوء او اخفف الحصار قليلا، طب انا ايه اللي استفدته؟ وبالتالي لا، احنا بنقول اعلاميا الغزاويين ارتضوا والناس بتاع، لا، الناس كم المآس اللي عايشينها دلوقتي غير طبيعية، الناس جوه. طب ايه البديل يا استاذ اشرف؟ يعني حتى لما حصل تقارب بين غزة وبين الضفة حتى ما عجبش اسرائيل، يعني لو بنتكلم على مسار لا، ما أنا معاك سياسي تفاوض، انت بتتكلم على احتلال، احتلال يعني اقصائي، احتلال، احتلال مدمر، احتلال هو القضية كلها فيه، بس انت في نفس الوقت بس حصر، يعني حصر الفريسة اللي قدامه في الزاوية دي، يعني حتى كمان الاعتدال من السلطة في الضفة الغربية وارتضاء مسار مفاوضات قد يطول. تتكلم على أخبى وأكثر حكومات إسرائيل تطرفا في التاريخ، يعني أخبى وأكثر تطرف من حكومة جولدا مائير، من حكومة بن غوريون، من حكومة ليفي أشكول، حكومة ما فيهاش أي أفق سياسي، ما عندهاش غير رغبة فقط في السلطة. نتنياهو ما فيش محادثات، ما فيش شيء أنجحه، واي بلانتيشن، كامب ديفيد، أصله حتى اللي ما كانش طرف فيه أفشله، كل المحاولات اللي تمت بعد الانتفاضة. يمكن أحزاب اليمين اللي هو لا دلوقتي موجودين دلوقتي أسوأ منه، يعني أسوأ منه، يعني هي اللي ضغطت عليه عشان تفشل. وبعدين عايز أقول لك دليل غباء، الدعم الأكبر لإسرائيل في العالم هو أمريكا، الراجل داخل تحدي لأمريكا. لما أوباما كان مرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية راح نتنياهو علشان يؤيد علنا جوه أمريكا المرشح المنافس لأوباما. أيوه، وبالتالي أيوه. لا، انت بتتعامل مع حد ما عندوش أفق سياسي، حد غبي جدا. طيب ومن ثم يا أستاذ أشرف، سقف توقعات حضرتك ايه؟ اي مكاسب يمكن ان تنتزع من هكذا حكومة وصفتها بالأكثر غباء وأكثر تطرفا؟ والله يعني أتمنى الناس يبقى عندها حكمة وتنسق مع مصر بشكل جيد جدا، وما ندخلش نظام تخوين، ونسيب مصر تتحرك من خلال الأفق اللي هي عارفاه، من خلال التعامل السياسي، نرفع الحصار، لكن مش لازم نتمسك بكل صغيرة وكبيرة، ومش لازم نقول لأ أنا طالما مفيش اتفاق مش هجدد التهدئة. التهدئة مش ليك، التهدئة للمواطن اللي جوه البسيط اللي عايز يشم نفسه كذا يوم. وبالتالي يعني لو افترضنا ان القصة انتهت بفتح المعابر، وقف العدوان، جدولة لإقامة معبر ومينة، عفوا لإقامة مطار ومينة، اهلا وسهلا، لكن ما تقوليش انا عايز كل مطالبي فورا، انا عايز اوصل الضفة بغزة. اللي عايز يوصل الضفة بغزة يكون دخل حرب، سحق الطرف اللي قدامه وخلاص بقى يفرض شروط المنتصر. ما هو يمكن يا أستاذ أشرف لما تكون على مائدة التفاوض وفي واقع ما زال بيترنح على الأرض، يعني لما تعلي السقف قوي ممكن تاخد يعني مثلا تحت منه شوية، ولكن لو ده المنطق، دي الحكمة،
لكن للأسف ما يرشح من تصريحات لا كل يقول ما يمكن إيه؟ تصريحات فيها نوع من الحرب الباردة بين السياسيين يعني يمكن لما أنا معلي لك السقف قوي كده وأنا برضو عايز الناحية التانية أنزع سلاح المقاومة يمكن مثلا ينزل السقف شوية ويبقى مرضي برضو للطرفين نتمنى لكن أنا مثلا شفت حاجات غريبة النهاردة تصريح لأحد قادة حماس على المواقع بتاعتهم يقول لك مصر تنحاز للإسرائيليين وترفض تقديم أبو زهري يعني تقديم وترفض تقديم طلب المقاومة بإقامة ميناء وإن هي مصر اللي بتستبعد كأن مصر هي اللي بتقرر وهي اللي بتستبعد وهي اللي بتحاصر وهي وهي ودي الكارثة الناس للأسف ما عندهاش أفق وللأسف كل ما الحرب امتدت خليني أكلمك بصراحة ومن الآخر القوة الإسرائيلية قوة النيران مصممة لمواجهة دول زي إيران زي مصر إسرائيل عندها قوة تدميرية تقدر تدمر غزة في يوم واحد مع احترامي لكل الشجاعة والقوة والتكتيكات والأنفاق لكن لديهم من القنابل ومن الآليات أنهم يقدروا يدمروا غزة يوم واحد لكنهم لحد ما ورغم كل الفظائع اللي ارتكبت لكن هو مش مستخدم كل قوته ولا 5% فلازم نبقوا مدركين لكده لازم مدركين ان عنده بدل القنبلة النص طن والطن لا عنده قنبلة 10 طن بدل ما بيكون قايم بغارة فيها 10 طيارات ولا 5 طيارات يقدر يقوم بغارة فيها 100 طيارة و200 طيارة وبالتالي زي ما انا بقول ان انا لسه عندي صواريخ واقدر اعمل لازم اعي ان التاني لسه عنده وان العند في الحروب بيولد الكفر خاصة لما تكون مع حكومة زي ما قلت ما فيهاش افق فما ينفعش يبقى الحكومة ما فيهاش افق والطرف الاخر ما فيهوش افق هل المقاومة الفلسطينية تعتبر انها حققت انتصارا حتى هذه اللحظة عن قناعة بقى معتبرة نفسها ان هي حققت والاحتفالات اللي بتتم في غزة وان احنا صواريخنا طالت تل ابيب وطالت القدس وطالت حيفا طيب وهل هذا الشعور ينعكس على ادائها في هذه المرحلة في التفاوض والدليل على كده انه بيقول لك انا شروطي مش هتنازل عن اي شرط انا جاي علشان احقق كل حاجة والدليل على كده كمان انه بعد التهدئة الهدنة الأولانية 72 ساعة كان ممكن ببساطة يوافق على تمديدها 72 ساعة تانيين علشان المفاوضات لكن قال لك لا وأنا عندي وأنا ما استخدمتش غير جزء من قوتي وأنا هعمل وأعمل وللأسف كلام مش حقيقي يعني أكلمك بصراحة المقاومة عملت تكتيكات رائعة وشجاعة غير طبيعية وشيء لم يكن متوقع منها لكن في حاجة حصلة مش طبيعية وهي لم تعلن لكن في اختراقات كانت تم للمقاومة الإسرائيليين شبه كان عندهم خطط وتفاصيل صواريخ يعني ما سمعناش ان صاروخ اطلق اصاب مدينة او مركز مدينة كل الإسرائيليين اللي ماتوا جوه غزة يعني بالتالي حيدت الصواريخ والقذائف بتاعت حماس ازاي ما تعرفيش في عمليات اللي هو الكوماندوز البحر اللي اتعمل انا ذهلت لما شفت الفيديوهات الإسرائيلية الكوماندوز البحري قبل ما يطلع من المية كان الإسرائيليين مستنينه قائد الكوماندوز البحري قبل أول عملية بساعة كان الإسرائيليين بيختلوه في قلب غزة نفس القصة الطيارات بدون طيار اللي هي محملة بتاع دمرت أول ما طلعت في حاجة مش طبيعية المعلومات اللي جاية من جوه غزة إنه يعني حماس أعدمت عشرات الناس في الشوارع تحت مسمى إن هم كانوا عملاء إذن في حاجة مش طبيعية في أداء جيد دي أخبار مؤكدة ولا أخبار قوي. مؤكدة في أداء جيد في تكتيكات في الأنفاق لكن في الآخر الأنفاق الإسرائيليين دخلوا ومش دكوها ده دكوا كل المناطق اللي ممكن تكون فيها أنفاق عشان ما تستخدمش تاني عشان تبقى مكشوف وأنا أظن أن الإسرائيليين مش هيسمحوا بإعادة يعني تحرك الفلسطينيين في مدى يعني في بافر زون جوه غزة علشان قصة الأنفاق ما تتكررش تاني بس أخيرا أستاذ أشرف وفي عجالة شديدة يعني النهاردة من امبارح بدأ
الفلسطينيين الفصائل قالت خلاص مفيش ودنا واحنا بدأنا نضرب زخات صواريخ. مش ملاحظ ان الرد الاسرائيلي يميل شوية الى التهدئة وعن هو اللي متأمل اكتر ان المفاوضات تسفر عن نتائج؟ بص، رغم انه هو الاقوى. بص، هو الاسرائيليين بيعتبروا ان هم حققوا الهدف الاكبر من عمليتهم اللي هو تدمير الانفاق، وان هو اثبت ان القبة الصاروخية بتاعته جابت نتيجة، زائد ان هو بيسمع لمصر ان انت في الاخر هتفضل تطحن فيهم ويطحنوا فيك، لكن ده مش هيجلب الامان للبلدات والمستوطنات الاسرائيلية الجنوبية. وبالتالي احسن حاجة بدل ما نفضل صراع وانت تضرب وهو يضرب، وحتى لو صاروخ مثلا واحد طلع لك في الاسبوع ده عامل لك قلق، فنقعد ونهدى ونتفاوض ونشوف حل وسط. نتمنى ان شاء الله نوصل. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا، شرفتنا يا استاذ اشرف النهارده، واحنا بنشكركم ايضا مشاهدينا الكرام على استمراركم في حلقتنا النهارده. غدا حلقه جديده وفريق عمل جديد وموضوعات جديده، كونوا دائما مع قناه النيل الاخضر.